فكانت تجيب فاكهة وتجيب لحمة وتدينا مصروف وتوفر من الجنيه، فلكم أن تتخيلوا مدى قيمة الجنيه في الستينات. الجنيه لما انهار بقى في السنوات الأخيرة دي، أنا كتبت قصيدة اسمها إيه؟ وقفة على أطلال الجنيه، على عادة القدماء اللي هم كانوا بيقولوا وقفة على أطلال الديار لما بيكون بيبكي محبوبته. أنا بقى محبوبتي الجنيه لما انهار وبقى أنقاض، والقصيدة على وزن قصيدة الأطلال الشهيرة لأم كلثوم. فبقول يا فؤادي لا تسل أين الجنيه، إنه مات فقف عيط عليه، اسقني واشرب على أطلاله قهوة من أدمعي أو نسكافيه، هل رأى النحس غلابة مثلنا نشتري الدش وبعنا عقلنا، ومشينا في طريق موحل فوقعنا والبلاوي حولنا، وضحكنا ضحك طفل أهبل وعدونا فبطحنا أهلنا. يا بنيه كل شيء بقضاء، قد قتلناك وقلنا واء واء، ولطمنا وجلسنا القرفصاء، نشحت البيتزا وبيبسي للعشاء، نلبس الشورت ونلهو في العراء، لا تقل شئنا فإن اليورو شاء.